دلوقتي مشاهدينا جه معنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله، ومن ابرزها مصر تواجه الجابون في ختام الجوله الثالثه من دور المجموعات ببطوله الامم الافريقيه للشباب، واخبار تانيه كتير هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ مصر للطيران في إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة لأرض الوطن اعتباراً من اليوم الموافق 1 يوليو وحتى 12 يوليو، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت. النهارده هيختتم حجاج بيت الله الحرام ثالث ايام التشريق ورابع ايام عيد الاضحى المبارك الموافق 13 من ذي الحجه مناسك الحج المبرور برمي الجمرات الثلاثه واداء طواف الوداع، وبذلك تمت مناسك الحج ولله الحمد والمنه كقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله. النهارده هتبدا المرحله الاولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام في محافظه القاهره بحد ادنى 245 درجه من 1/7/2023 وتستمر ل 13/7/2023، بينما يبدا تنسيق القبول بالمدارس الثانوي الفني بجميع تخصصاتها من اليوم الموافق 1/7/2023 وتستمر ل 20/7/2023. النهارده لعشاء الدوري المصري موعدهم مع المباراه الختاميه للجوله 32 من عمر المسابقه، هيلتقي حرس الحدود مع الاتحاد السكندري في تمام الساعه 8:30 بالليل. النهارده لعشاء الكره المصريه موعدهم مع مباراه قويه في اطار بطوله كاس الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه، هيلتقي منتخب مصر مع منتخب الجابون في اطار الجوله الثالثه من دور المجموعات في تمام الساعه 11 بالليل.